هذا شعار الإخوان المسلمين. ما انا عارف انا عايز تعالي عرف الماء بالماء. طب ما انا لا جماعه الاخوان جماعه هي جزء اصيل في الحركه الوطنيه المصريه، وانا اختلف تماما معها الان في رغبتها في التكويش على السلطه، لكن باذن الله ما اجي رئيس جمهوريه هدافع عن حق كل واحد في البلد دي بما فيهم الاسلاميين اللي انا مختلف معاهم الان في ان يعبروا عن رايهم بحريه وان ياخذوا نصيبهم تمام العادل تمام بدون ما يكوشوا تمام وبدون ما يستبعدوا تمام نصيبهم المظبوط في اداره البلد. طب قابل بقى